قال صلى الله عليه وسلم: لا تكن طعانا ولا لعانا، ولا تقل في الدين ما لم يأذن به الله. سوء الخلق وقول السوء أمر لا يكون من أهل الإيمان، ومن علامة الإيمان بالله واليوم الآخر قول الخير أو الصمت، فليس من الإيمان الطعن في الأعراض، ولا العيب على أحد من الناس، ولا لعن أحد من المخلوقين، وليس من الإيمان القول في مسائل الدين بما لم يأذن به الله، بل ذلك من تتبع خطوات الشيطان، ولا تتبعوا خطوات الشيطان، إنه لكم عدو مبين. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا التأويل، وألهمنا رشدنا، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.